لكن اقول على ما كلامكم على ما تم، لكن احنا نوجه رساله نقول مهلا للزوجين. هذه سلام عليك، يا سلام عليك، مهلا للزوجين دائما. لا نبغى تصل المساله الى الخلع، سلام، ثم نحط كيكه وفرحه، شيء انتشر للاسف اليومين هذه قليل نادر، يعني عند بعض الناس نتحدث عنه، ولا نبغى نوصل للطلاق على اتفه الاسباب. يا سلام عليك. وانما كما قال سبحانه وتعالى: خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الله اكبر. يا اخي الانسان اذا ذهب الحب بقيت الموده والرحمه. بعض الناس ليش يقع في الطلاق؟ يبني بيته على الحب. وقعنا في الحب، قال والله ما حبيته. بعض الناس انا جلست معهم، يعني ليش طلقت؟ قال يا اخي ما حبينا بعض. بل بعض القضاة يذكر هذا، يقول اسالهم ما حصلت مشكله، يعني هذه تصير في اي بيت. قال ما وقعنا في الحب، لكن ذهب اذا ذهب الحب بقيت الموده والرحمه. ثم الحب قد لا ياتي من اول نظره ولا من اول ليله، ولا قد ياتي مع العشره، يعني قد ياتي مع الابناء، قد ياتي بعد الابن الرابع، ما تدري، سبحان الله. ولكن دائما يتذكر الانسان انه طرق هذا الباب واخذ هذه البنت من ذمه ابوها الى ذمته، ها، وينظر دائما الى انه اعطوه اغلى ما يملكون هم. اعطوه هذه البنت، هذه ليس قيمتها مال ولا قيمتها، هذه قيمتها شيء قدره الله سبحانه وتعالى، ميثاق غليظ، عقد يكتب في الارض واصله ثابت في السماء. فذلك دائما اذا جاءت المشكله تعالوا اجلسوا مع بعضكم، يا سلام، تحاوروا. بعض البيوت ليس فيها حوار. انصح الزوج وينصحني، ناتي بالورقه نكتب السلبيات والايجابيات، قد نجد الايجابيات اكثر من السلبيات. يا سلام عليك، يا سلام. ثم السلبيات نصلحها، ما في مشكله، لكن لا نريد ان نهدم بيت ونهدم اسره أو نهدم عهد، يعني وميثاق غليظ على أتفه الأسباب. ما طاعتني، ما كلمتني، ما ردت علي، أرسلت لها على الجوال ما ردت، ما ضيفت ضيوف اليوم. طيب ما صار، اليوم تعبانة، بكرة بعد بكرة، أمر الله في ساعة. ولكن دائما نقول للزوجين مهلا. اليوم هناك ضحايا عند يعني من الأخوات بسبب الطيش، صحيح، أو سبب الاستهتار، أو بسبب أنها ما جات على المزاج. المسألة ما هو على المزاج، مصيبة. المسألة المرأة كتاب مفتوح، اكتب فيما تشاء، اكتب أنت ما تريد. والمرأة تتأثر من رجالها، إذا كان الرجال على خير وطاعة، سبحان الله، لا شعوريا المرأة تجدها ذهبت في هذا الطريق. صحيح، صحيح. إذا كان يعني عنده مبادئ وعنده، لكن نرجع دائما إلى الأساس وهو موضوع الرحمة. يجب أن نعيش، الله سبحانه وتعالى رحيم، ويجب أن نعيش نحن بالرحمة. سلام. لك أن تتأمل القرآن الآن، لو جاء واحد بيدخل الإسلام شو نقول له؟ نقول هذا كتاب الله. قبل أن يدخل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وش موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ترى رسالة من رب العالمين، يقول لك ترى قبل لا تدخل على النواهي والأوامر والزواجر، وقبل لا تدخل وتعرف العلوم، تراه رحمن رحيم. انتقل للرحمة، لأنها والله أهم شيء في البيت. والله شف، لأنها بين الزوجين وبين الأبناء والجيران، ترى هي حياة الرحمة.